وما شاء وما أشاعه الشريحة والأوغاد أن الدماء المليها حمص مسمومة هي أشاعة كاذبة لا صحة لها. أشاعها أولئك الأوغاد الذين أرادوا أن يزيدوا بلاءنا في بلاء، ولكننا في فرح، ولكننا في سرور. والله هو العاصم، والله هو المبصر، يا أرحم الراحمين. إذا رأينا أيها الإخوة، وأنا في هذه الساعة لا أدري، أن نقصف ونحن نصلي على الشهداء، تلك هي عادة جبلنا وتلك هي عادة الأوراق. ولكن إذا حصل قصف فحذار من التجمل، حذار من التجمل. نسمع لبعض المشايخ ليس ما تكفي جنازات اخرى، فليتفضل الشيخ بيه.